وبيسويها، تطلع لمنصور بيت الدور الثالث يقول لك لا ده الكلام ده في قلم المعاشات. تدخل قلم المعاشات تلاقي الصهاجي بيه واخد عينيه في عرض يحولك على ايه؟ على الدمياط افندي والدمياط على الطنطاوي والطنطاوي على البنهاوي، وتلف لانك ما اديتش التحيه لله الاول. انما قوم صلي كده وتوضى وانزل من البيت على وضوء، وانت على راس الشارع هتلاقي التاكسي واقف. انما انزل من غير صلاه يا دوب تص وشه بشويه ميه تشاور اللي فات تلاقي حاطط فوطه. يا ابني احنا لسه الصبح، لا فوطه. ولو قابلك يقول لك رايح فين؟ اذا قلت له الشرابيه والزاويه الحمراء وعزبه القصيرين وعزبه الورد والويل الكبير ومكاو ومنصور يقول لك انا متاسف المناطق دي مناطق محرمه. يبقى انت تقول له طب انت رايح فين يا اسطى؟ ليه؟ مسائل معقده. النبي قال كده ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. اما تعمل ذنب الرزق يضيق. وسيدنا قتاده بن النعمان قال ايه؟ اني ارى شؤم المعصيه في دبتي. اما بعاصي لله اجي اركب الدبه تيجي واقفه. الدبه دلوقتي عباره عن المرسيدس، كان زمان حمار سيدس، دلوقتي بقت مرسيدس. البنزين ينساد والدبرياش عطلان. والفيديوهات متسخمة ولكبرة ترى واخدة مية مجاري مش نافعة. انما قوم الصبح كده هو اتوضى وصلي، هتصبح الصبح تلاقي كل الابواب مفتحة امامك باذن من لا يغفل ولا ينام. طب يا سيدي انا ما وريش مصالح، مش عايز مصالح، مش هصلي. مراتك هتتخانق معاها ويومك مش فايق، هيجي لك ابنك مفتوح بتخانق مع عيال الجيران، حوده وسمعه ضاربين بعض، والشوش بيخبط عن باب، تعال كلم الذهن معاهم. الصبح كده خليك كويس مع ربنا زي النبي ما قال، إذا قام من النوم فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فقام نشيط النفس طيبة. صلاة صلاة لابد بيوت المسلمين تعمر بالصلاة، لابد بيوت المسلمين تعمر بالصلاة. دي النبي قال فيها كلمة واحدة بس بين الراجل وبين القبر ترك الصلاة. ما دام ما فيش صلاة يبقى الكوبري سقط من تحت اقدامك نزل من البحر، انما في صلاة صلاة. ولذلك سيدنا علي لما حب يكلمنا عن الصلاة بيقول لك كان اذا دخل الصلاة اصفر لونه. يا سلام، اصفر لونه علي، علي البطل المقدام، علي اللي ما فيش حد غلبه في المعارك ابدا. شوف لدرجة ان هم في يوم خيبر والنبي راح يفتح خيبر فتحوا الحصون كلها الا حصن اسمه حصن ناعم، كان ترسان السلاح لليهود. اليهود عاملين باب، مدرسين باب بحيث ما فيش حد يقدر يقتحم الحصن ده ابدا الا اذا شال الباب. والباب ايه يا ابو بكر؟ راح ابو بكر يتحايل على الباب ما فيش فايده. طب يا عمر؟ راح يتحايل على الباب انه فتح ما فيش فايده. فالنبي قال ساعطي الرايه اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. صلي يا اخويا وقول اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله. كل واحد ينتظر يا ترى مين اللي حيرسى عليه المزاد اليوم ده. ابو بكر يبص لعمر
وعمر يقول والله ما تمنيت الولاية الا يومها. انا ما بحبش الرئاسة، انما لما النبي الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قلت يا رب اكون اني. انا عمر بيقول انا ما بحبش الرئاسة، ما بحبش المرياسة، انما لما النبي قال انا حب الراية الواحد ربنا ورسوله بيحبه وهو بيحب الله ورسوله. عمر بيقول يا ليتني اكون انا. كل واحد منتظر يقول انا، واذا برسول الله يدعو علي ابن ابي طالب. تعال يا عم، تعال يا عم، خد الراية يا حبيبي وروح انت بقى اقتحم الحصن ده. قام علي وقال لي يا رسول الله عيني تعباني فهرمت، عليا رمضانه فشوية التهابات، والمسألة دي عايزة واحد يكون نظره سليم ومزاجه سليم. سيدنا النبي قال طب بس تعالى. قام النبي مس على عينيه بريقه الشريف، النبي جاب من ريقه كده مرهم بالسرير يا حبيبي. لا ده اعظم شفاء. ساعة النبي بس ما مر بريقه على عيني عليا شفاهما الله وكانتا احسن مما كانتا قبل ذلك. امال الفيضلية يا سيدنا الشيخ. وراح سيدنا علي راح للباب، هو في الباب اللي مش عايز ينفتح، وجه هو اللي تطرس بالباب وغاب يزحزح فيه لغاية الباب ما اتاخد من مكانه واترمى على الارض ودخل حصن. راح الباب بعد ما اترمى على الارض والحصن انفتح، جابوا علي قالوا له تقدر تشيله دلوقتي؟ غاب تحت فيه ما اقدرش يفتحه. ليه؟ قال لك لان روحه في الحالة دي كانت روحا ملكوتية طاهرة، ربنا بقى اداله قوة لانه عايز يقضي مهمة. صعب المهمة بس خلاص بقى، هي مش فتوانة. ها؟ لا دي كانت مهمة انتهت. سيدنا علي هذا البطل، بطل الهجرة الفدائي الاول، اما كان يجي يصلي كان يصفر وجهه وينتقع لونه. ايه يا علي مالك؟ فانت خط المعارك كلها بجدارة والله بالنصر المبين حباك، ولما تيجي عشان تدخل تصلي وشك يصفر ولونك يتغير، انت داخل ايه؟ قال لهم انا قادمون على اداء امانة عرضت على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الصلاة دي امانة غالية، امانة واسرار، ولذلك من موجبات الصلاة او من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة باقسام خمسة: طهارة مكان هتصلي فيه، وطهارة بدن، وطهارة ثوب، وطهارة الماء اللي هتتوضى منه، وطهارة قلب. انا عايزك توحد. يا سلام، شوف اول شرط النبي قال فيها المفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قسم الصلاة كم قسم؟ مفتاح وتحريم وتحليل. وحد الجليل. مفتاحها الطهور، ما فيش صلاة من غير طهارة. طهارة ثوب، طهارة بدن، طهارة مكان، طهارة من الجنابة، طهارة بالوضوء، طهارة قلب لله. ولذلك
النبي قعد مرة مع اصحابه فسمع وجبه، وجبه يعني حجر تقيل او جسم تقيل نزل الارض، فبكى: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: ان رجلا من امتي يعذب في قبره، ولقد سألت واوحى الله الي لما العذاب؟ فقال: لانه صلى مرة بغير وضوء. صلى مرة بغير وضوء، ولذلك الوضوء امانة، رفع الجنابة امانة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، لابد يغتسل. ولو قاعد جماعة فيهم واحد جنب برضو الملائكة ما تجيش يمتهم عشانه هو، لان التيار الكهربائي مقطوع. لذلك من حديث النبي: ان رجلا من امتي ياتي يوم القيامة فيتردد على مجالس الانبياء فيرفضه كل واحد منهم، فيتردد علي فاجلسه بجانبي، قالوا: يا رسول الله، قال: لمصارعته في رفع الجنابة. شوف بينفع في ايه؟ انما يقول لك: انا قمت الساعة 7 الصبح والعمل الساعة 8 وما لحقتش. طب ومين اللي قال ان اليوم في الاسلام بيبدأ من 7؟ اليوم في الاسلام بيبدأ من الله اكبر بتاع صلاة الفجر. ده اليوم يبدأ من اول هنا. ويا ريت والله العظيم لو عايزين يحلوا مشاكل المواصلات كانوا يبدأوا اليوم الاسلامي من الفجر. الناس تصلي الفجر وتروح ورديات ورديات كل ساعة وردية من اول الفجر. انما رغبنا يمين لغاية الساعة 7 والشمس طلعت والدنيا كلها نشاط. ده في الصين الشعبية اللي هي 800 مليون لابد امر عسكري يناموا من الساعة 9. الساعة 9 يكون كله في بيته عشان مش فاضيين، عايزين يصبحوا ينتجوا. انما احنا يا اخويا من 9 احنا بننام بعد الفجر. قهاوي شغالة، شوارع فاهم ايه، كل شخص يضرب قهوات وكازينوهات وشاليهات. وايه ايه؟ وزيد نايم ويجي الساعة 2:30 بالليل، الساعة 2:30 بالليل يخبط على بيته. طيب يا اخي، ده مراتك لها حق فيه، لها حق انك تقعد مع اولادك وتراقب اولادك، تشوفوا عبث صبارك وانون والقرم اللي هيمتحن فيهم ولا لا؟ سمع له وتشوف حاله. امسك عليك لسانك وليدعك ضيق، ده كلام النبي. انما هم ضيعوا، شوف ضيعوا كل ما يمت الى الاسلام بصفه. يعني النبي بيقول ايه؟ كان يكره السمر بعد العشاء. بعد العشاء يروح ينام. يكره السمر يعني الكلام بقى بعد العشاء. وايه كمان؟ وكان يقول: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ده ركعات الفجر اللي هما السنة، مش كمان الفرض. السنة خير من الدنيا وما فيها. وعليه كمان في سنة الفجر: اصلوهما ولو طاردتكم الخيل. كان اول عمل يعمله يصلي الفجر. يصلي الفجر وياخد فاسه على كتفه والمنديل المحلاوي ويروح يقول بسم الله. النهارده الفلاح طول ما انت قاعد معاه مالوش سيره غير حاجه واحده. الزناتي خليفه وسيف اليزن وعبد الرحمن الابنودي من 10 مساء ل 10 ونص يا اخويا بيزاد مع الشعب. قاعدين يسمعوا الزناتي خليفه وسيف اليزن. طب ما تسمع سيف الله خالد بن الوليد.
البلد عايزه تربيه بس يكون المربي راجل نظيف وراجل ناصح ويعرف ربنا. اسال الله.